كان بسيطة جدا، لم يكن يتطلبها تعقيد كثير. مطلب الهيئة كان متمثلا في تعديل المادة بما ينسجم مع القانون. لم نطلب مطلبا خاصا، ولم نطلب مطلبا فئويا، ولم يكن مطلبنا مطلبا يتعلق بالعدول، وإنما يتعلق بالمصلحة الوطنية اللي هي مصلحة السريع العدول جزء من هذه المصلحة الوطنية. بل أساسا كنا نطالب بتحقيق سلامة المادة القانونية من العين، وكان يمكن بل كان يجب من باب الاستجابة لروح القانون لمتطلبات الدستور لتحقيق جودة النص القانوني، كان يجب تعديل هذه المادة بما يتوافق، مش مع مطلب السرعة، بما يتوافق مع القانون. القانون دائما يحيل على الجهات المختصة ولا يحدد مهنة على أخرى، بل يحيل على القوانين الخاصة التي تنظم توثيق العقار، وكان سيخرج اللجنة ستكون منسجمة مع المقتضيات الدستورية، وستحقق فعلا احترام القانون المالي الاختصاصي وعدم الاعتداء على اختصاصات أخرى. ولذلك نطلبنا استغربنا أنه تم الجواب على مطلب الهيئة بأن السادة العدول لا يتمتعون إلى الحد الآن بصندوق الإيداع كآلية، وقلنا لهم إن المادة يجب أن تنص على الأصل، والأصل هو إسناد وتوثيق العقد سواء الوعد بالبيع أو العقد النهائي للجهات المختصة وعدم تحديد فئة، وترك كل مهنة حسب ما يخوله لها قانونها. هذا ما طلبنا به. بسم الله الرحمن الرحيم. سعيد الصغروخ، عضو لجنة العلاقات الخارجية والإعلام والتواصل بالهيئة الوطنية. ندوة اليوم جاءت أساسا لبسط وجهة نظر الهيئة وشرحها لحراكها الأخير في إطار مساهمتها في النقاش العمومي المتعلق بالقانون المالي لسنة 2023. الهيئة الوطنية حينما خرجت المادة 8 لم يكن المقصود منها هذه المادة، وإنما المقصود ما جاء في هذه المادة من محاولة الاعتداء على اختصاص وسحب البساط من تحت السد العدول في اختصاص أصيل لهم ويتعلق بتوثيق العقار، مع أنه هذا الحراك جاء في إطار الحراك العام الذي يخوضه السد العدول منذ أكثر من 13 سنة من أجل تعديل القانون المهني الذي تعثر أكثر من مرة، وسجلنا هدرا تشريعيا عطل خروج التعديل القانوني بما يتضمن تمكين المهنة من آليات العمل وضمان الفرص المتكافئة وإمكانية المنافسة، وأيضا التعديل القانون الذي نعتبره قانونا متخلفا، قانونا مفتقدا لمقومات الاستمرارية وإمكانية ضمان المشاركة الفاعلة للوثيقة العدلية في التنمية الشاملة. لمسنا من الوزارة الوصية تجاوبا من خلاله استطاع السد العدول في مشروع القانون المحالي على الأمانة العامة للحكومة تحقيق بعض مطالبهم، لكن سقف السد العدول من المطالب لا يزال يعتبرون أنه لم تحقق الوزارة الوصية كل مطالب السد العدول، والتي يعتبرون أنها كلها مطالب أساسية ومنصفة، ولا يمكن ضمان قانون حداثي وقانون بآلية عمل من غير أن يكون هذا التعديل شاملا لمطالب السد العدول التي تحقق البعض منها، ونريد أن يتحقق الباقي، لا سيما وأن المهنة أثبتت قدرتها على المواكبة وعلى تجديد نخبها وعلى تشبيب أيضا المنتسبين إليها وعلى استقطاب عدد من الشهادات العلمية والكفاءات العلمية التي زادت على أكثر من نصف السد العدول حاملون لشهادات عليا أقلها أكثر من نصف، أقول السد العدول لشهادة علمية مختلفة أقلها شهادة الماستر، واتساع دائرة الاختصاص فيما يتعلق بالشواهد العلمية للمنتسبين لهذه المهنة في الشعب القانونية تحديدا. المهنة استطاعت تجديد ذاتها، المهنة استطاعت أيضا استيعاب المرأة لممارستها، ونحن ننتظر أيضا أن تتفاعل الوزارة بشكل إيجابي
وقد سجلت إشارة إيجابية نتمنى أن تتأكد من خلال قانون مهني أكثر تحقيقا لمطالب السد العدول. وسيستمر السد العدول من خلال هيئتهم الوطنية والجمعية العامة ومجالسهم الجهوية وقاعدتهم على رفع صوتهم والنضال بكل الوسائل القانونية لتحقيق هذه المطالب. نتمنى أن نجد حسن الاستماع لدى القطاع الوصي وأن يكون خروج القانون قريبا جدا، لأنه لم يعد هناك إمكانية لاستمرار هذا القانون المعطوب. فارس فارس أمين المال للهيئة الوطنية ورئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية وجدة، كما استمعت هذه الندوة تأتي عقب عدم موافقة مجلس المستشارين بغرفته بلجنة التشريع على مطالب السادة العدول وتأكيد ما جاء به المشروع المالي لسنة 2023 في المادة الثامنة، والذي يعطي الحق لفئة توثيقية دون فئة أخرى في ترقي العقارات المدعمة من طرف الدولة. هذا أمر مخالف للدستور، سوف يدفع بالهيئة الوطنية في حالة ما إذا صادق مجلس المستشارين على هذا المقتضى إلى اللجوء إلى المحكمة الدستورية، وكذلك سوف يجتمع المكتب التنفيذي من أجل اتخاذ ما يراه لازما في هذا الموضوع. هذه المادة الثامنة كما أنها جاءت لتقصي السادة العدول من تلقي العقار المدعم من طرف الدولة وهو العقار المحفظ، كذلك بتوجيه المواطن إلى المحافظ إلى الموثق، فهي تدفعه كذلك إلى شراء العقار المحفظ دون العقار غير المحفظ، لأن العقار المحفظ يختص به الموثق، بينما العقار المحفظ الذي لا يوثقه الموثق سوف يعرف ركودا وكذلك نوع من اللامساواة. فهذا كذلك إعاز من المشرع إلى استفادة المعيشين العقاريين دون مالكي العقارات غير المحفظة من استفادة من بيع كذلك عقاراتهم لمن يستطيع شراءها. وهذا أمر في الحقيقة كرسه هذه المادة، ولا زالت تدفع بهذا الاتجاه وهو اتجاه لا مساواة، رغم أن الدستور يضمن المساواة لجميع المواطنين. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.